معكم رشيد. المهنه تشخيص اعطاب السيارات والشاحنات والبرمجه. ديغنوستيك هو التشخيص ديال واحد ديال شي مشكل كاين شي عطب في شي سياره، سواء كان في المحرك او بالنسبه للفريناج، بالنسبه ما تديرش امارش ولا ما تاكسيليريش ولا تدير الدخان ولا ما كتبلاصيش الراسه بحال هذه، تنديروا لها واحد ديغنوستيك. تنمشيو لذاك النيفو ديال واش الموتور ولا الفريناج ولا تندخلوا بواسطه ديغنوستيك، تتقول لنا من اتجاه تنمشيو لهذاك الاتجاه، حيت كل اتجاه عنده واحد الموديل ديالو، واحد الجهاز ديالو كالكيلاتور مخصص به. مثلا عندك مشكل في الفريناج تنمشيو تنقلبوا لابي اس اش فيه، مشكل ما تتبلاصيش تنمشيو الرادار ولا ايدو ستاسيون مو، بحال هادي ما تتباركيش راسها هادي تتبلاصي راسها، تنمشيو لايدو ستاسيون مو تنقلبوا تيعطينا لي زانوماري اللي كاينين، حنا تنكوريجيوهم كاع الطونوبيلات لي نوفو موديل اللي فيهم لي كالكيلاتور اللي تيتم لي لانجيكسيون. تنقولوا كاين لانجيكسيون القديم، دابا لانجيكسيون الجداد كلهم تيتعاملوا، ما خصكش اي حاجه بغيتي دير. البروميي ايتاب هي تدير لها ان دياغنوستيك باش تعرف المشكل منين جاي. اما بالنسبه للمشاكل اللي هو خاسره شي حاجه، هذيك لا، هذيك تيدار غير ان دياغنوستيك باش تعرف واحد البياسه فين خاسره، وتقلب ليها الضو ديالها وتقلبها هي واش ما خدامش، تير شويه ديال دياغنوستيك شويه ديال اليد. كاين كي قلت لك المشاكل اللي ما تيبينهمش دياغنوستيك، تيخصك ديك الساعه تستعن بالخبره مال هي الريباراسيون. بعض المرات دياغنوستيك تيقول لك هذه البياسه راه ميته وهذه ميته وحتى شي بياسه ما ميته، ياك تيكون المشكل اما في الروبو ديالها تيخصو البرمجه ديالو، اولا الروبو ديالها خاسر كتعامل معاه انت عادي بواسطه ديال دياغنوستيك، تيقول لك راه هاد لي زورغان مثلا هادي ولا هادي ولا هادي راه ديفيكتي ميته. انت مني باش تعاود تسقن تتحيد تشوف لي زاليمونطاسيون، تتقلب هذيك البياسه واش ميت واش تتعطي واحد، تمشي للشيما تتقلب هذيك البياسه بالمليمتر، يعني واش تتفونكسيوني ولا ما تتفونكسيونيش. مني تتلقى هذوك البياسات خدامين تتمشي للروبو ديالها، اما تعاود ليه البرمجه ديالو، اما تعاود هذه لي طاب دو، هذه الدياغنوستيك بروفيسيونيل. اللي بغى يشري شي طوموبيل ضروري خصو يدير لها ان دياغنوستيك، يدخل لي رباك يشوف ما فيه تا مكسيده ولا كي قلت لك ما يديش على لي فويول تيشعلوا دوك البالي انت ولي رباك ولا هذا، داك الشيء تيتخدم تيطفيوهم وتيديروا لهم شحال الحوايج، اولا تديماري وتيطفى ولا شي حاجه تيديروا لهم واحد لا ميثود باش يطفاو. عمي الا دخلتي بالاورديناتور راه تيقول لك يعني اكزاكت شنو كاين، واش الطونوبيل فيه تاكسيده، واش الفران ديال لونتي باتيناج منك ليها، واش فيها شي ديفو او نيفو ديال الموتور، يعني شحال ديال الحوايج. كان مشكل في الموتور تدخل الدياغنوستيك لانجيكسيون، حيت كل حاجه عندها واحد الموديل ديالها واحد الدماغ ديالها، تدخل تتسول لانجيكسيون اشنو هو لي زانومالي اللي فيه. مثلا عندك مشكل في الفريناج تدخل لابيس لونتي باتيناج، عندك مشكل في الايرباك تدخل الايرباك، عندك مشكل بحال هذه كي قلت لك ما تتبلاصيش تدخل الايدو ستاسيونمون تشوف شنو هو المشاكل اللي فيها تتكوريجيهم، ومن بعد تتبع الاورديناتور حتى تيقول لك وكان انومالي، عاد ديك الساعه تتسير القضيه. هذا الدومين هذا من طبيعه الحال فيه بحث مستمر، لا في ميدان البرمجه ولا في ميدان التشخيص، حيت كل كونستريكتور كل 6 شهور ولا هذا تيبدلوا، تيبقى ميم برانسيب ديال لانجيكسيون، ولا تيتبدلوا شحال ديال الحويجات، تيتبدلوا شحال ديال يعني لا في ميدان البرمجه ولا في ميدان التشخيص، لهذا تيخص بنادم ديما ديفلوبمون، ديما يبدا يقلب. هذا ما كان هو الدياغنوستيك مر من عده مراحل. كان في الاول الدياغنوستيك تيتقرا بواحد لاسيليسكوب بحال هكا، واحد السينيو اسيليسكوبي باش يعرفوا المشكل. من بعد جا الدياغنوستيك لي طاب دو اللي هو تيوريك لي زانومالي بحال هكا، يعني تطور. وكاين دابا الدياغنوستيك اونلاين، دابا كاين شي حويجات اللي تيخصك يعني تشري ليان، فهمتي، باش تيليشارجي لي دوني، خاصك لي دوني لشي طونوبيل ولا هذا خاصك تيليشارجيهم اونلاين، خاصك بدا تشري لي سيرفور. بالنسبه للكليان شنو بنقول لك، بحال هكا بغي سفر ولا هذا، حيت كاين شي بياسات اللي تيكونوا ما يبانش لك في الطابلو دوبور، واني فاش بيت بتسافر ولا شي حاجه تدير واحد ان دياغنوستيك باش تشوف واش كاينه شي بياسه يعني في الاورديناتور دو بور ديتيكتابي انه راه عيانه ولا هذا ولا هذا، قبل ما يشد الطريق ولا قبل ما يشري الطوموبيل. الانسان تيخصو بعض المرات كي قلت لك تكون الطوموبيل فيه تاكسيده ولا فيه مضروبه، ودوك لي فويو راه تيطفاو ديالهم تيطفيوهم هما، هذاك اللي غايشري ما غادي يبان ليه حتى شي حاجه شاعله، واني من بعد يمشي واحد اليومين الى ثلاث ايام يقدر يبانوا ليه بزاف ديال الاعطاب. لهذا تنصح باش يدير لها واحد التشخيص هو الاول قبل ما يشري السياره ديالو.
بالنسبه للجائحه اثرت على جميع المجالات، حتى هذا المجال ديالنا حنا تقريبا بشي 50%. بالنسبه للطوموبيلات ديال التوريستيك بعدا ما دوك ما بقاوش نشوفوهم كاع، ديال لاجونس راه ما بقاوش كاع تقريبا. كاينين دابا تنخدموا مع كليان، هذه خسرات، هذه فيها مشكل، هذا اللي كاين. طبيعة الحال الجائحه تقريبا غتكون حيدت شي 50% ديال الخدمه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.